مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. نبدأها بالعناوين. واشنطن تجمع دول الناتو، قمة مصيرية مليئة بالوعود والهبات وانتظار الهبة الكبرى لأوكرانيا. الداخلية الكويتية تحذر من أي مظاهر مخالفة للقانون في الحسينيات، لا رايات ولا خيام خارجية. في الرياض اعتماد تصاميم أطول برج رياضي في العالم، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي. ودراسة حديثة تؤكد أن إبر التخسيس تسبب العمى بين مرضى السمنة أكثر من مرضى السكري. قمة مصيرية تعيشها العاصمة الأمريكية واشنطن لحلف الناتو بين وعود وهبات لأوكرانيا، تعقد اجتماعات اليوم الطويل لقادة دول الحلف. الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا أعلنت في بيان مشترك تزويد أوكرانيا بمنظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت. الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الهبة الرباعية بأنها هبة تاريخية، وقال إنها تتضمن نظام باتريوت أمريكي جديد وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية. لقد وقع أكثر من 20 من الشركاء المتحالفين اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، وستتبعها المزيد من الدول. واليوم ستقدم الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا دعما تاريخيا بمعدات الدفاع الجوي لأوكرانيا. سنزود أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، وفي الأشهر المقبلة تعتزم الولايات المتحدة وشركاؤها مد أوكرانيا أيضاً بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا مرحبا بك، ماذا في أجندة هذه القمة وما هو سقف التوقعات؟ طبعا هناك عدة اجتماعات ستبدأ اليوم، من كان على مستوى رؤساء الوزراء أو حتى المسؤولين من دول الناتو. سقف التوقعات كبير خاصة فيما خص أوكرانيا، وبعد الدعم والهبة الكبيرة التي تم الإعلان عنها إن كان من الولايات المتحدة أو ألمانيا أو رومانيا وحتى هولندا، ونظام الباتريوت الذي سيمنح لأوكرانيا. طبعا في هذه النقطة تحديدا كان من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الدعم لأوكرانيا، خاصة بظل المطالبات في الأسابيع الأخيرة للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، وأيضا توجه الرئيس بايدن لمزيد من الدعم مع أوكرانيا. كنا تابعنا الاتفاق المشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بمزيد من الدعم للجيش الأوكراني، إن كان من التدريب أو حتى من الأنظمة القتالية الحديثة، إن كان المسيرات وغيرها من التقنيات الحديثة. اجتماعات الناتو اليوم تركز على عدة نقاط، لعل أبرزها طبعا أوكرانيا، وأيضا تعتبر هذه الاجتماعات مهمة، خاصة أنها تأتي في الذكرى 75 لإنشاء الناتو. في خطابه يانس ستولتنبرغ قال بأنه الناتو اليوم قوي، وهو حاجة ملحة جدا في هذه المرحلة للدول، طالما أن هناك روسيا تحاول أن تنشر الرعب إن كان في أوروبا وحتى في العالم. وهذه النقطة يشترك بها الرئيس بايدن الذي يحث
على مزيد من التعاون مع الدول ومزيد من الدعم أيضا للناتو خلال هذه الفترة تحديدا. كيف أيضا يمكن النظر إلى الانتخابات الأمريكية إن كانت يعني تؤثر بالفعل في نتيجتها في ظل التنافس بين بايدن وترامب؟ طبعا خطاب بايدن في الناتو هو سلاح للرئيس بايدن ليثبت لمناصريه ولحزبه أيضا ولترامب بأنه لا زال قويا، لا زالت قدراته العقلية والبدنية سليمة، وبالتالي هو مؤهل للخوض في هذا السباق الرئاسي. خطط بايدن في الناتو هي أيضا رسالة مباشرة ضد غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب، ونحن نعلم السياسة المختلفة للرجلين حيال الناتو تحديدا وأيضا في أوكرانيا أيضا. وبالتالي بايدن سيستغل هذه المناسبة واجتماعات الناتو ليبرهن إن كان عن سياساته وأيضا عن لياقاته البدنية والعقلية، خاصة بظل تصاعد النقمة عليه من جانب حزبه، على الرغم من كل محاولاته لقمع أي اعتراض أو أي انقلاب داخل حزبه عليه، هو يحاول أن يستغل كل مناسبة ليبرهن عن قوته وأنه لازال مؤهل لخوض هذا السباق. شكرا جزيلا لك ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن. زيادة الانفاق الدفاعي وتأمين الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة قادة حلف الناتو في أمريكا، لكن السؤال هل سيستجيب فعلا الناتو لنجدة كييف في هذه المرحلة وإلى أي مدى؟ فارس صلوات. ليس خفيا أن النجدة الغربية قد طال انتظارها في كييف، وبالتالي الحصول على المزيد من الأسلحة سيكون أكبر انتصار لزيلينسكي بعد عامين ونصف من بدء الحرب. والسؤال هل فعلا سيرضي الناتو كييف في هذه المرحلة الحساسة؟ هنا يكثر الحديث على أن أعضاء الحلف سيسلمون 4 أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت إلى جانب توفير طائرات F-16 لأوكرانيا في ختام القمة. يضاف إلى ذلك حزمة مساعدات عسكرية جديدة مشتركة بنحو 40 مليار يورو في عام 2025. ومن المتوقع أيضا أن يعلن أعضاء الحلف عن إنشاء قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا تتولى تنسيق المساعدات العسكرية والتدريب للجيش الأوكراني. لكن مع استئناف روسيا لهجماتها التي كشفت عن ضعف أنظمة الدفاع الأوكرانية، خطوات الناتو قد تكون غير كافية لتجاوز العقبات التي يواجهها الجيش الأوكراني في الميدان. هنا وفق مراقبين الهجمات غير المسبوقة ضد المواقع المدنية والبنية التحتية هي صفعة على وجه التحالف وإشارة تحمل رسائل مبطنة من موسكو لحلف شمال الأطلسي. يضاف إلى ذلك شبح ترامب والإدارة الأمريكية المحتملة التي قد تقف في طريق الإمدادات العسكرية لأوكرانيا وتهدد تمويل الناتو أيضا. إلى التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي تشهد تطورات لافتة. حزب الله قال إنه سيوقف إطلاق النار إذا ما أوقفت إسرائيل حربها على غزة، هذا فيما تحشد إسرائيل آلاف القوات على الحدود. وقد أكد مصدر أمني إسرائيلي للعربية أن 3 فرق إضافية من القوات البرية الإسرائيلية جاهزة في القيادة الشمالية. وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تتوقع أياما قتالية صعبة في جبهتي لبنان وسوريا. وفي تفاصيل ما كشفه المصدر الأمني تجري الفرق 3 المكونة من 50,000 جندي تدريبات أسبوعية وهي في حالة جهوزية كاملة على الجبهة. المصدر كشف أنه تم رصد الآلاف من عناصر الحرس الإيراني في سوريا، لكنه أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتوقع تدخل النظام السوري في حال اندلاع قتال على الجبهة اللبنانية والسورية. وتزامنا مع ذلك وجه الجيش الإسرائيلي ضربة في العمق اللبناني، حيث شن غارات جوية على أهداف لحزب الله على منطقة جنتا في عمق لبنان وبرعشيت في الجنوب.
بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، واستهدفت الغارات مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة كفر كلا جنوب لبنان. في الرابعة بعد الفاصل، اعتماد تصاميم أطول برج رياضي في العالم، وهو أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي. أهلا بكم من جديد. في الكويت، قوات الأمن الخاصة المكلفة بتأمين حسينيات الطائفة الشيعية أيام شهر محرم اتخذت إجراءات مع رواد إحدى الحسينيات في منطقة الدعية إثر مخالفتها التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية القاضية بعدم الوجود خارج الحسينية وعدم إقامة أي مظاهر مخالفة للقانون. في تصريحات للإعلام الكويتي، أكد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أنه لن يسمح بأي تجاوز للتعليمات، مضيفا بأن الوجود خارج الحسينيات وتوزيع الوجبات الغذائية أمامها هو أمر مخالف ويعطل حركة السير. أشار الشيخ فهد اليوسف إلى أنه تم اتخاذ قرار بعدم بناء الخيام خارج الحسينيات ودور العبادة لتفويت الفرصة على المندسين أو الذين يضمرون شرا بأي شكل من الأشكال ويحاولون إثارة الفتن والقلاقل بحسب قوله. وزير الداخلية الكويتي قال في تصريح لقناة وصحيفة الصباح أن الوزارة لم تمنع أحدا من إقامة شعائر الدينية. أنا أحد من إقامة أي شعيرة من الشعائر، مجرد احنا نظمنا على اساس ان تفادى اي احداث ممكن تصير. يعني طلبات اللي كانت موجوده اليوم احنا في هالحر هذا كانوا طالبين يحطون خيام، انا ما وافقت على الخيام لسبب ان ممكن واحد يندس لاي سبب من الاسباب يولع بخيمه من الخيم هذه. الناس اللي قاعدين يعني من بالمئات اللي قاعدين داخل الخيمه شنو مصيرهم وشلون راح يطلعون؟ اعتقد انت عايشه بالكويت وتعرفين المشكله اللي صارت في حريق المفتعل اللي كان في واحده من الخيام، مش كثر راحوا فيها ضحايا. الكويت من بدايه تاسيسها والاخوان ضم إلينا من الكويت مراسل عربية راشد العيد. راشد، أطلعنا أكثر على طبيعة هذه الإجراءات ولماذا اتخذت اليوم؟ في الحقيقة مثل هذه الإجراءات تدخل في إطار الإجراء التنظيمي لتنظيم عملية وحماية مرتادي مثل هذه الحسينيات. تعلمون بأن هذه الأيام هي أيام العشر الأوائل من محرم، وعادة ما يرتاد مثل هذه الحسينيات العديد من المواطنين الكويتيين والوافدين الذين يحيون شعائر العاشوراء في هذه الفترة، وبالتالي هناك أعداد كبيرة من الأشخاص ترتاد مثل هذه الأماكن. وزارة الداخلية ارتأت بأن يكون هناك عملية تنظيمية إلى مثل هذا الأمر، خشية تعرض هذه الحسينيات إلى أي خطأ، سواء خطأ مقصود أو غير مقصود. غير مقصود كما جرى من أحداث مثل أحداث حريق البنقف واللي راح ضحيته العشرات، يعني عدد من الأبرياء نتيجة خلل في عملية الأمن والسلامة. بالتالي وزارة الداخلية تحاول جاهدة بأن لا تقع مثل هذه الأخطاء. أيضا من الجانب الآخر، الجانب الأمني، تحاول وزارة الداخلية ضبط مثل هذه الأمور، خشية أن يكون هناك كما قال وزير الداخلية أن يكون هناك مندس أو يحاول أن يستقل مثل هذا المناخ مثل هذه الظروف بأعمال إرهابية يكون ضحاياها الكثير من الأبرياء. هي بالحقيقة هي عملية تنظيمية أكثر من أي وقت مضى. ربما البعض، هناك حالات يعني من أصوات ممكن تعد على الأصابع استغربت هذا الأمر، لأنه ممكن يأتي لأول مرة، أو خصوصا وأن وزير الداخلية أعلنها صراحة بأنه هو يأتي لتطبيق القانون، وأن هذا تطبيق القانون يجري أو يسري على الجميع سواء الكبير والصغير. وبالتالي الكثير من القيادات الشيعية أثمت على الخطوة التي قام بها وزير الداخلية، لأن الأمر هو يتعلق بالأمن، ليس هناك اثنان يختلفان على موضوع أو قضية الأمن. نعم، شكرا جزيلا لك راشد العيد مراسل العربية من الكويت. نفت وزارة المالية السعودية أن تكون المملكة هددت ببيع السندات الأوروبية، مؤكدة في تصريحات
نقلتها وكالة بلومبرغ أن علاقة السعودية بمجموعة السبع تحظى بالاحترام المتبادل، وأوضحت المالية أن النقاشات متواصلة حول القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي. يأتي ذلك ردا على تقرير سابق لبلومبرغ ذكرت فيه مصادر أن السعودية ألمحت في وقت سابق إلى أنها قد تبيع بعض الديون الأوروبية إذا قررت مجموعة السبع مصادرة نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة. أعلنت مؤسسة المسار الرياضي في السعودية اعتماد تصاميم البرج الرياضي الذي يعد أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. البرج الرياضي سيكون الأطول في العالم بارتفاع يصل إلى 130 مترا ومساحة 84 ألف متر مربع، وسيتوج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترا، وسيضم مرافق رياضية استثنائية لممارسة أكثر من 30 نوعا رياضيا تسهم في تعزيز ثقافة الرياضة وتلبية احتياجات جميع فئات الرياضيين والهواة والأشخاص من ذوي الإعاقة. الرياض، ينضم إلينا نائب الرئيس الأول للتخطيط وإدارة الكود العمراني المهندس عبدالله البشر. مهندس عبدالله حياك الله معي في نشرة الرابعة. حدثنا أولا عن فكرة إطلاق هذا البرج، يعني ما هو الهدف منها برأيك؟ الله يحييك أولا أخوي خالد، وشاكر لكم استضافتكم والجمهوركم الكريم. في البداية البرج الرياضي وكما شاهدنا تم اعتماد تصاميم وإطلاقه من قبل سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي. يهدف البرج بشكل عام لدعم رؤية المملكة 2030 ومنها من برامجها جودة الحياة. بشكل عام البرج الرياضي له أهداف عديدة، ومنها يعني يتميز بأنه أعلى برج رياضي في العالم يحتوي على رياضات داخلية، يقع في طريق الأمير محمد بن سلمان ضمن مشروع المسار الرياضي في المنطقة الرياضية لتتكامل مع محيطها الرياضي والعمراني. يعني الرياضات أيضا التي ستخدم في هذا البرج وكيفية اختيارها، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك إقبال عليها يعني كتجربة في الرياض؟ ممتاز. طبعا يوجد العديد من الرياضات في البرج الرياضي. في مرحلة تصميم أو دراسة احتياجات البرج الرياضي تم التعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة الرياضة لدراسة احتياجات المملكة وبالأخص مدينة الرياض، وعلى هالأساس تم تصميم احتياج البرج لاستضافة الرياضات العديدة لتوائم احتياجات سكان المدينة. طبعا يحتوي البرج الرياضي لأكثر من 30 رياضة متنوعة داخلية، منها الجدار التسلقي بارتفاع جدار التسلق بارتفاع 90 متر، مسار الجري أعلى البرج يعتبر أعلى مسار جري في العالم بطول 250 متر كذلك. طيب هل هناك تطورات جديدة فيما يتعلق بهذا البرج مهندس عبد الله؟ طبعا آخر التطورات هو أخوي خالد هو تدشين أعمال التصميم اليوم أو إطلاق أعمال التصميم واعتماد أعمال التصميم بالأصح. طبعا مرحلة التصميم هي أحد أبرز المراحل التي تتم في الحياة أو خلينا نقول مرحلة المشروع بالكامل. انتهينا اليوم فضلنا الله أعمال التصميم، ستبدأ أعمال تهيئ الموقع، أعمال المخططات التفصيلية بوجود المقاول وبإذن الله ستستمر بمغاير مدة سنتين إلى وتزيد أو تنقص بإذن الله الواحد. شكرا لك مهندس عبدالله البشر نائب الرئيس الأول للتخطيط وإدارة الكود العمراني من الرياض. خالد. الرابعة أيضا مستمرة فيها بعد الفاصل. استمرار منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية والحضور كبير.
أهلا بكم من جديد. كثيرة هي الدراسات حول إبر التخسيس أو التنحيف مثل أوزمبيك ومونجارو وغيرها. آخر تلك الدراسات نشرتها شبكة جامع الطبية تقول دراسة أو تؤكد أو تشير إلى أن هذه الإبر قد تؤدي إلى الإصابة بفقدان البصر. تفاصيل أكثر مع راندا الشيخ. أهلا يا راندا. أهلا خالد، شكرا لك. إذن مشاهدينا، إبر التخسيس قد تسبب العمى، هذا هو عنوان دراسة جديدة تؤكد مخاطر تلك الإبر التي انتشر استخدامها مؤخرا كوسيلة سهلة لإنقاص الوزن رغم ابتكارها كعلاج لمرض السكري من النوع الثاني. الدراسة تضيف العمى إلى جانب التأثيرات الجانبية التي قد تسببها تلك الإبر المتضمنة لمواد معينة، فقد تبين بعد تحليل السجلات الطبية لنحو 17,000 شخص يعاني بعضهم من مرض السكري فيما يعاني البعض الآخر من السمنة أن الأشخاص الذين استخدموا إبر التنحيف هم أكثر عرضة للإصابة بحالة مرضية مزمنة في العين تسمى نايون أو اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشبكي. هذه الحالة مشاهدينا للأسف قد تؤدي إلى فقدان البصر بشكل لا رجعة فيه، ويحدث ذلك غالبا عند الاستيقاظ من النوم ودون ألم. أحد الأطباء المشاركين في الدراسة أوضح بأن فقدان البصر قد يتراوح بين الخفيف والشديد، لكن الحالة قد تتطور بسرعة، حيث يحدث معظم فقدان البصر في غضون أيام إلى أسابيع من ظهور الأعراض ولا يوجد لها علاج حتى الآن. الدراسة مشاهدينا أوضحت أن الأشخاص الذين يستخدمون تلك الإبرة كعلاج لمرض السكري كانوا أكثر عرضة بأربع مرات لتشخيص إصابتهم بالاعتلال أو اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشبكي، أما الأشخاص الذين يستخدمون الإبر لعلاج السمنة فقط فكانوا أكثر عرضة بسبع مرات لتشخيص إصابتهم بالمرض. نعود إليك خالد. شكرا رندا. شكرا لك. انضم إلينا أيضا في استديوهاتنا من الرياض الدكتور عايض القحطاني استشاري جراحة السمنة والمناظير. حياك الله دكتور عايض. أخي خالد سعيد جدا بوجودك. أنا أسعد طال عمرك. دكتور، ما هي حقيقة هذه الدراسة؟ هل يمكن بالفعل إبر التنحيف أن تسبب العمى؟ والله أولا هي تعتبر خبر قوي جدا من ناحية عدد المرضى اللي شاركوا في الدراسة وأيضا المجلة العلمية ومكانتها العلمية والمرموقة جامعة. إيش الفكرة فيها؟ هم درسوا 17,000 تقريبا مريض. صحيح. أو معلومات عن 17,000 المريض، اختاروا منهم الناس اللي عندهم سكر واللي عندهم سمنة وماخذين هالمادة. خلينا نرجع نقول إن المادة الموجودة في اللي احنا نتكلم عليها الآن هي مادة اسمها سيماغليتايد، موجودة فين؟ في الأوزمبيك وموجودة في وقوفي العلاج الثاني اللي هو نفسها أوزمبيك وقوفي وموجودة في المونجارو بشكل شوية، يعني المونجارو المادة العلمية في المونجارو اسمها تيرزابيبتايد. أوكي. ولكن هي نفس التركيبة تقريبا، تشتغل على مستقبل واحد اسمه جي ال بي 1. فالفكرة في كون المستقبل هذا موجود في عصب العين، هذا دعا للشك. أوكي، والله الأثر معناته أنه من المادة دي. ثنين، أنك تجيب لي مثلا 700 مريض تقريبا منهم حوالي 200 عندهم سكر، طيب، وماخذين الإبر نفس إبر التنحيف، والباقيين حوالي 500 او شويه ماخذين ايش؟ علاج ثاني زي الانسولين زي إبر ثانيه بس ما هي إبر التنحيف. طيب، اربع مرات زياده في هالمجموعه ونفس، حاولوا يتحكمون. احنا عندنا في الدراسات العلميه لما ناخذها نتحكم في عوامل اخرى مؤثره، نقول اللي عنده ضغط واللي عنده سكر ونوزن بينهم، نقول والله كلهم لازم يكونوا متساويين في هالعوامل الاخرى علشان اقدر اقول ان هذا العامل هو اللي ادى النتيجه. فانك تجد اربع مرات زياده عن هذول اللي ياخذون الابر وعندهم سكر مقارنه باللي ياخذون علاج ثاني للسكر ومع متابعه الدراسه او مروا الناس 7 سنوات تقريبا، لا هذا يعني مزعج. ثم بنفس النوعية تجد ناس طبيعيين ولكن عندهم سمنة أخذوا هذه الإبر، وناس أخذوا علاج ثاني للسمنة، علاج قديم وأدوية حبوب وإبر وثانية زمان بس ما فيها نفس المادة اللي نتكلم عليها هذه، وتجد 7 مرات عندهم زيادة. لا هذا مقلق. طيب إيش الوضع الآن؟ طيب هل خلاص نقول والله هي بتسبب العمى؟ صعبة، لكن تحتاج إلى دراساتك. بالضبط. هل نقول لا طمنوا؟ لا صعبة أيضا. إذن إيش اللي نحتاج؟ نحتاج إلى دراسات مقارنة ومتحكم فيها، ويفضل أن نعملها على أثر بعيد. طيب رجعوا، طيب هل الإبر لها تاريخ مع العيون، مع أثار العيون؟ وجدوا في السابق دراسة سابقة أنها تؤثر على الناس اللي عندهم سكر وعندهم اعتلال الشبكية بسبب السكر
وهذا في تحذير منها من السابق. والله اللي هو العصب البصري، العصب هو العصب البصري في العلاج هذا، في الدواء في الدراسه دي. حلو. لكن الناس اللي عندهم يعني شبكيه معتله بشبه السكر، يعني في شرايين نشات على الشبكيه، تعرف مرضى السكر معرضين لاثار العين، لاصابه العين باوعيه دمويه جديده في العين، وهذا سبب يعطونهم ليزر بين حين وحين. صحيح. طيب اوكي، مريض السكر وجدوا انها تزيد في السابق، مش الدراسه دي، قبل كذا، انه تزيد عنده نسبه، انه نظره يتاثر وتزيد يتسارع عنده اعتلال الشبكية اللي بسبب السكر، أوكي، معناته عندي قلق على العين. ولهذا الناس اللي يأخذوها وعندهم اعتلال الشبكية نقول لهم لا، ابتعدوا عنها من الأساس قبل الدراسة دي، هذا تحذير من الأساس. طيب ليش وإيش كيف أثرت على البصر وكيف أثرت على مريض السكر لما يكون عنده اعتلال في الشبكية؟ فيه تفسيرات معينة. والله يمكن لما هي تحسن السكر فجأة، أو تأثر في معطيات معينة في أمراض القلب فجأة، يصير تأثر على العين وتأثر على عصب العين، لأنه المرض هذا ينشأ لما يقل جريان الدم في العين. فهل قل جريان الدم في العين أو الإبر هذه تقل جريان في الدم العين؟ ربما. إذا اللي نستخلصه من هذا الشيء أنه فعلا هناك، خلينا نقول، علم أحمر يقول إن لها تأثير على عصب العين. هل نقدر نقول للناس كلهم اللي يأخذونها لا والله خلاص هذا حيصير لكم؟ لا. الشيء الجميل أولا أنه المرض هذا نادر، اللي هو إصابة عصب العين بهذا المرض كم؟ يمكن 10 أشخاص من كل 100,000 شخص، فما في داعي نقلق للناس اللي يأخذون الإبر. هذا أول شيء. اثنين، أنه والله الناس اللي يأخذون الإبر عندك مشكلة في عصب العين وعندك مشكلة في النظر، لا تأخذ الإبر. هذه نصيحتي أنا، ليس علميا إلى حد الآن، بس أقول لكم لا تأخذوها إذا كانت عندك المشكلة من قبل. من قبل إيه؟ عندك مشكلة سواء ما عندك تأخذ هذه الإبر، لا تأخذها الإبر. عندك عصب العين ممكن تضاعف، لأنك أنت عندك خلاص بدأت العلامات الحمراء تقول لك انتبه. طيب ما عندي مشكلة، أموري طيبة، ونأخذ الإبر. إيش التحذير الثاني اللي دائما أقوله للمرضاي؟ لا تطولون عليها فترات طويلة. احنا بدأنا نشوف، يعني خلينا نقول 3 شهور، 6 شهور، سنة، في ناس يأخذونها 2 سنين، وفي ناس يجون تجدهم ماخذينها لهم فترة طويلة. انت كل ما أخذتها لفترة معينة أقصر، كل ما قلت مضاعفاتها الإبر. فما في داعي تقلقون، ولكن يجب أن نكون حذرين، نأخذها تحت إشراف طبي علشان نعرف إحنا نقدر نأخذها ولا لا. عندي مشكلة في النظر ما أخذها، عندي سكر وعنده أثر على العين وعصب العين، لا تأخذها، لأنها ممكن تسرع لك مشكلة العين، ولا تواصل فترة طويلة عليها، لأنه قد يصير لك لا سمح الله مضاعفات. ممتاز. دكتور، أفهم من كلامك أنه هذه الدراسة ربما استنتجت بأن هناك علاقة أو ارتباط بين السيماغلوتيد، نعم، وبين اعتلال العصب البصري، اللي هي المادة سيماغلوتايد، عشان يفهمونها، هي المادة الموجودة في معظم إبر التنحيف الآن الموجودة. وأن الدراسة بحكم العدد اللي تم عليها هي دراسة رصينة، دراسة علمية استوفت كل، نعم، يعني، نعم، أطرافها، نعم، أو شروطها، ولكن تحتاج إلى دراسات أكثر. ما تقدر تربطها 100% تقول أوكي تسبب، بس ربط أنه تقول إحنا دائما عندنا في العلم حاول، هل هي المسبب الحقيقي أو في عوامل؟ لأن مثلا في عامل هنا اللي هو زيادة الدهون، قالوا والله هذولي ما تحكمنا فيها، يعني ما وجدنا زيادة الدهون في المريضين وقدرنا نتحل، اللي هو كوليسترول وما كوليسترول. هل هناك عوامل تساعد في التأثير؟ فإذا نعم، هي دراسة رصينة ودراسة مؤثرة ودراسة تقلق جدا، مش هذا وبس، الناس يسمعون يعرفون أن حتى أسهم الشركات نزلت نتيجة لهذا التأثير، فهو نعم خبر مهم جدا 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 ننتبه له، سواء في الحق العلمي أو في الحق كأطباء أو كممرضة. لكن فعلا يجب نحتاج إلى دراسات أخرى لنتحقق عن علاقة السببية المباشرة. أنا قدامي هذه الدراسة، حتى هم يقولوا إنه حدث 20 حدث لمجموعات مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، هذه ضمن الدراسة اللي عولجوا بالسيماغلوتيد وارتفع عندهم خطر الإصابة، حاطين رموز لمرض معين. هذه وش هي؟ هذه يقول لك والله أنت مش عنه، والله يعني أنا أقدر لما تجد، وهذه عامل قوة في الدراسة، السكر وزادت عندهم، اللي عنده سكر واخذها مقارنة بالثانيين زادت عنده. طيب ما عنده سكر وعنده سمنة واخذها زادت عنده. طيب ما عنده هذه أو هذه وعنده روماتويد أو روماتيزم واخذها لأسباب معينة أخرى، طيب زادت عنده. إذن هنا نقول إنه حتى العوامل الموجودة الأخرى يمكن يأخذونها ناس ثانيين ما عندهم، إحنا نبحث عن هل هناك عوامل أخرى مؤثرة تخلي الإصابة، يعني ممكن واحد يجي يأخذ الإبرسيماغلوتايد أو الزومبيكويد وما يصير له هالحدث لأن ما عنده العامل الثاني المساعد لها، يعني عوامل تتحد مع بعض وتؤدي نتيجة،
هنا كونه ياخذ عده عوامل ويجد انها تزيد عند هذا وتزيد عند هذا وتزيد عند هذا على تغير العوامل بينهم، لا معناته انه العامل الرئيسي المؤثر هو الماده نفسها، نفس السمة بالضبط اللي تاثر على مستقبل، يعني الحين تاثر في العين وكمان تزيد المضاعفات الناس التهاب اللي المفاصل تساعدهم انه يزيد عندهم المرض هذا. نعم التهاب المفاصل عامل مؤثر في مجموعه من المرضى، عندهم اللي عنده روماتيزم او المفاصل زيد عندهم نسبه الاصابه بالعين وزيد عندهم الاصابه بالعين للعوامل الاخرى. نعم شكرا لك دكتور، الله يطول عمرك. شكرا ايضا القحطاني استشاري جراحه السمنه والمناظير، يعطيك العافيه. شكرا. طب وموسيقى، كلمتان تلخص حياة الطبيب السعودي عبد العزيز الشافعي الذي بدأت علاقته بآلة البيانو منذ عمر 13، ووظفها كما يقول في التعامل مع مرضاه وتشخيصهم. علي اللغبي. ما بين شغفه في مهنة الطب وحبه للموسيقى يمثل طبيب العظام عبد العزيز الشافعي حالة فريدة بدأت منذ 13 من عمره عندما تعلم العزف على هذا البيانو الذي تحتفظ به العائلة منذ 45 عاما. بدايتي معه أنا انولدت وهو موجود في البيت، فهو له ارتباط في العائلة في المكان، حتى لما انتقلنا من مدينة لمدينة يذكرنا في المكان اللي كنا فيه أول. والعلاقة الشخصية بدأت أعزف فيه من عمري 13 سنة، يعني كان هو معنا في البيت دائما موجود، فتقريبا لي أعزف 21 سنة. أكثر من 20 مقطوعة يجيد عبد العزيز عزفها، يمضي ما بين ساعة إلى ساعتين في عزف البيانو بشكل يومي كوسيلة للترفيه عن النفس بعد أداء مهامه كطبيب. تقريبا في 20 مقطوعة 22 مقطوعة أنا أعرفهم خلال يوم يومين، أقدر أستذكرهم بالذات أني أنا بالنسبة لي أقرأ أكثر مني أسمع، وفي 10 يعني دائما بكون على طول أقدر أستذكر، يعني أكون في بالي بدون ما أستذكر بدون ما أراجعهم. لما أرجع لازم أقعد ساعة ساعتين أو نص ساعة إلى ساعتين أني أعزف على البيانو. العزف أمام الناس وممارسة التدريب لم يكن قراراً ممكناً لعبد العزيز لولا تدخل والدته التي كانت سبباً في تشجيعه وتنمية شغفه للموسيقى. أكثر واحد دعمني هي أمي الله يحفظها من البداية، حتى لما كان عزفي مرة مبتدئ ومرة ما هو كويس كانت هي اللي دائماً، هي تعشق البيانو وكان دائماً تدفني وتدفني وتدفني. والبدأ معي الموضوع أخوي الكبير نبيل. علاقة كبيرة بين الطب والفن، هذا ما يشعر به الطبيب عبد العزيز الذي يعتبر الفن وسيلة للوصول إلى المرضى وتشخيصهم بطريقة تشعرهم بالراحة النفسية. تقدر أنك مو بس تشخص المريض بأعراضه، حتى نفسيا أنك تتكلم معه تأخذ منه المعلومات اللي تبي تعرفها عشان تشخصه بطريقة مناسبة وتريحه نفسيا تلعب دور. فأنا أعتقد في علاقة كبيرة بين الطب وبين الفن، لأنه هو حتى الطب نفسه لها جوانب فنية كثيرة وحرفية. يعتبر الطبيب عبد العزيز لحظات الغضب والفرح هي الأنسب لبراعته في عزف البيانو. من الخبر علي اللغبي، العربية. نبقى في أجواء الرياضة، لكن نحدد الآن ربما الحديث عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية المستمرة فعالياته في العاصمة السعودية الرياض. الفعاليات تشمل عدة بطولات لعدة ألعاب. قبل الوصول إلى اللقب الأكبر كأس العالم، الفريق السعودي فالكونز تمكن من تحقيق أول لقب ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتمكن أيضا فريق كوري جنوبي هو تي وون من تحقيق لقب آخر في هذه البطولات. أكثر من 60 مليون دولار إجمالي قيمة الجوائز في هذه المناسبة العالمية. علي الشريف ينضم إلينا من البوليفارد، بوليفارد الرياض. بوليفارد علي مرحبا. علي كيف تجري المنافسات آخر نتائجها؟ مرحبا. حلوة.
مرحبا خالد. بالفعل يعني اليوم احنا في واحدة من صالات البوليفار سيتي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي تحديدا القدية أرينا، ومن خلفي كما تشاهدون كأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا الكأس اللي يتنافس عليه مجموعة كبيرة من اللاعبين من مختلف دول العالم، وكما نشوف في الصورة مثلثات، هذه تعني هذه المثلثات هي للفرق اللي تم تتويجها في البطولات المقامة داخل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. خالد، خليني بس أوضح نقطة أو جزئية في هذا الكأس. هو سيتوج هذا الكأس للفريق الحاصل على عدد نقاط أكبر فاز في مسابقات أخرى، بالتالي هو من يستحق أو من سيأخذ كأس العالم. المنافسات على أشدها، اليوم تستأنف بطولتين كانت قد أقيمت الأسبوع الماضي، واليوم أيضا بطولة جديدة تقام في رياض ماستر. هذه البطولة التي تشهد منافسة كبيرة بين عديد من الفرق. في هذه القاعة اللي نحن نتواجد فيها تقام الآن أحد البطولات اللي وصلت في مراحلها الإقصائية، كانت قد أقيمت الأسبوع الماضي وكانت في أدوار متقدمة، واليوم وصلت إلى مراحل الإقصائية. طبعا أنظمة البطولة صارمة، المنافسة شديدة ومحتدمة، لدرجة أننا وقفنا في هذا المكان أيضا لضمان سير البطولة بكل يسر وسهولة. الأجواء من حولي أجواء حماسية، الحضور الجماهيري لم يتوقف. إذا تقدر تحرك الكاميرا نشوف الجو ونشوف يعني طيب المنافسة. خلينا نشوف الحضور كمان، كيف الحضور؟ نبدأ نتحرك. أيوة، الحضور بالفعل يعني رغم أن الأجواء أجواء يعني حارة، لكن حماس الجمهور لا يزال متواصل وأيضا كبير، كما نشاهد في هذا المدخل الأساسي للقاعة على يميننا وعلى يسارنا، أيضا المدرجات اللي بدأت الحضور بالتوافد، أيضا الفعاليات اللي تقام على هامش البطولة، أيضا الحماس اللي نشوفه في سواء في للمشاركين وأيضا للحضور. الحضور يشكل أهمية كبيرة، شفنا الحضور في الأسبوع الماضي كان أحد عوامل الحسم في واحد من بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية. أيضا الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة فعاليات تحظى يعني بمتابعة. الكل كان يتكلم على أنه مسألة اليوم الشخص أو الزائر أو اللي يحضر في منطقة البوليفارد لبطولة كأس العالم للأندية هو لا يحضر بس لمشاهدة بطولة أو لا، هو يحضر للمتابعة لإمكانية الحضور والتصوير مع جماهير مع فرق ممكن يحبونها. كنا نشوف الفرق السعودية وأجنحتها تشهد اكتظاظ كبير لعدد كبير من المتابعين ومن المعجبين لهذه الفرق. نعم خالد، شكرا لك. علي الشريف مراسل العربية من بوليفارد الرياض. خلال شهري يوليو وأغسطس تأتينا أربع موجات حارة، موجتان تسمى أو يسميها العامة صباغ اللون، وموجتان طباخ التمر. خالد الزعيم. الأجواء يقسمها العرب إلى قسمين، صيف وقيض. الصيف بداية الحرارة والقيض شدة الحرارة، وبداية الحرارة عادة ما تكون إلا في آخر فصل الربيع، ولهذا العرب يسمون الربيع صيفا، ومنه قولهم الصيفة ضيعت اللبن، والقيض هي شدة الحرارة. والعامة يقسمون القيض إلى قسمين، زدحة القيض ومدتها 26 يوما، وجمرة القيض ومدتها أيضا 26 يوما، والمجموع 52 يوما، يحتضنهما شهري يوليو وأغسطس. وخلال هذين الشهرين تأتينا أربع موجات حارة، موجتين يسميها العامة
بصباغ اللون وموجتين يسميها العامة بطباخ التمر. أحيانا تتقدم هاتين الموجتين عن شهر يوليو أو تتأخر عن شهر أغسطس، والتقدم والتأخر في الحرارة هذا يؤثر على الفاكهة الصيفية. عندنا عنب وعندنا تين وعندنا رمان، وهالفاكهة الصيفية هذه تحتاج إلى حرارة موزونة ومتمرحلة. وهل الأولين الله يرحمهم ما يطلعون بعز القيض بالنهار، يطلعون بالليل ويسمرون خاصة إذا كانت الليالي مقمرة، ويسهرون ويتفكهون على الفاكهة الصيفية، ولذلك قسموا الفاكهة الصيفية على ليالي القمار وقالوا قمرة مشمش وقمرة ماماش وقمرة عنب وقمرة رطب. أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي سببه انهيار أرضي في منجم للذهب في إندونيسيا، قد أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، فيما لا يزال البحث مستمرا عن 35 ما زالوا في عداد المفقودين. ختام رابع بالعناوين. واشنطن تجمع دول الناتو، قمة مصيرية مليئة بالوعود وانتظار الهبة الكبرى لأوكرانيا. الداخلية الكويتية تحذر من أي مظاهر مخالفة للقانون في الحسينيات، لا رايات ولا خيام خارجية. اعتماد تصاميم أطول برج رياضي في العالم أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي في الرياض. دراسة حديثة تؤكد أن إبر التخسيس تسبب العمى بين مرضى السمنة أكثر من مرضى السكري. إلى اللقاء. نزحنا على المدارس، من المدارس نزحنا على رفح، قعدنا في رفح حوالي 3 شهور، نزحنا منها على بنسيلة، رجعنا تاني قالوا بنسيلة ترجع لبيوتها، رجعنا على بنسيلة، لقينا الدار ما فيش دار، ما فيش معالم دار، عملنا خيمة وقعدنا فيها كويس. من كم يوم بقولوا كمان إخلاء، بدكم تطلعوا من بنسيلة. الله قال امبارح أنا بناتي كلهن صبايا ينامن في الشارع قدام الناس، قدام الرايح والجاي، أنا وعيلتي كلها ننام في الشارع كويس، ونروح الصبح نرجع تاني ماشي على بنسيلة، نجيب الخيمة مواصلات وندفع، والله بيعلم بحالنا دين في دين كله، ونرجع تاني ننصب الخيمة. مجرد ما انتصبت الخيمة قالوا بنسيلة ترجع لبيوتها. الموت صار أرحم لحياتها، حجرونا على دول تاني ولا العيشة، احنا خلص بطلنا نقدر نتحمل. بناتنا صبايا وكل يوم من خيمة لخيمة لمكان لمكان، اللي احنا عايشينه فيش اشي بيتخيله في الكون كله، فيش حد بيتحمل.